ضمن أهداف مؤسسة مجتمع جميل السعودية في دعم منظومة ريادة الأعمال، نسعد اليوم بإنطلاق تجربة فريدة من نوعها، هي المحاكاة في ريادة الأعمال. هي تساعد رواد الأعمال في اتخاذ قرارات ووضع أوامر في منظومة صناعية أو غيرها لمحاكاة التجربة الحقيقية لريادة الأعمال، وهي ضمن الجولة التعريفية لمسابقة ستارت سمارت اللي انطلقت بفضل الله هذا الشهر. طبعاً كانت يومين ممتعة جداً، استطعنا الحمد لله من خلالها تدريب المشاركين على ريادة الأعمال عن طريق محاكاة عن طريق الكمبيوتر، استطعنا كمان توفير بيئة واقعية لتحسين مهارات الوعي المالي والوعي الرقمي والوعي التجاري كذلك، كمان اتخاذ القرارات وإدراك تأثيرها على الشركات الناشئة والشركات المتناهية في الصغر. اللي يميز محاكاة ريادة الأعمال اليوم بأنه كانت تعكس الواقع، فأنا أقدر أختبر فيها الفكرة حقتي، أقدر أطبق فيها استراتيجيات خارج الصندوق. تستطيع من عن طريق هذه الآلية تساعدك على بدء في أي مشروع أيا كان كبره أو صغره. في النهاية حابين نشكر مؤسسة مجتمع جميل السعودية ومسابقة ستارت سمارت